اهلا بيكم حبايب الغاليين دفعه تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ محمل برساله لكل طالب في تالتة ثانوي. جاي تقول ايه يا مستر النهارده؟ جاي اقول لك ان مهما كان الحلم بتاعك بعيد، اوعى تستسلم. مهما كان الحلم بتاعك بعيد، اوعى تستسلم. يا مستر مش قادر، عليا ضغط كتير، عليا حصص كتير، مش ملاحق يا مستر، لكن انا بقول لك اوعى تستسلم. عشان مين يا مستر؟ عشانك، وعشان اللي مستنيين نجاحك، وعشان اللي مستنيين يفرحوا بفشلك. لازم تقاوم. عارف مين اكتر ناس مستنية نجاحك؟ والديك، مستنيين يفرحوا بيك، فمن فضلك من فضلك ما تكسرش فرحتهم. مهما كان الحلم بتاعك بعيد، اوعى تستسلم ابدا. انت عندك قدرات تقدر تهد الدنيا، انت عندك طاقة تقدر تعمل بيها كل اللي انت عايزه، فمن فضلك من فضلك ما تستسلمش. بلاش الكلام المحبط، مش قادر ومش ملحق والواجبات كتير. دوس حبيبي على نفسك، دوس عشان تطلع حاجة محترمة في المجتمع، دوس عشان تبقى حاجة كبيرة في المجتمع. انت تقدر، انت تقدر. افتكر شعار وائل ميلاد وهو بيقولك عافر هتوصل، لازم تعافر عشان توصل. ربنا يسندكم. النهاردة معانا مع مين؟ مع خمسة في خمسة، الحلقة الخمسة. النهاردة معادنا مع خمسة في خمسة، الحلقة الخامسة. وللأسف، للأسف أقول لكم إن المرة دي مع إن الأسئلة ما كانتش صعبة قوي، لكن المرة دي أقل مرة ناس تحل صح، مع إن أكتر مرة ناس كتير تحل، لكن للأسف اتسرعوا في الحل، ده اللي خلاهم ما زبطوتش معاهم الدنيا. لكن مفيش مشكلة، احنا بنعافر وبنتعلم من الأخطاء بتاعتنا. يلا يا ريس، مع خمسة في خمسة. كانت أول جملة في خمسة في خمسة، للأسف كنا ناسيين إز وما قدرناش نحطها، ما قدرناش نحطها. ليه يا مستر؟ ما لو كنا حطيناها كانت التعليقات كلها راحت، لكن اغلبكم عرف ان كان في اس ناقصه، لكن وحل عادي جدا. تمام، يلا يا ريس. In my opinion، في وجهه نظري، فرنش الفرنساوي is not English. مستر خدنا في الوحده الثانيه درس الصفات، خدنا في الوحده الثانيه درس الصفات، ودرس الصفات دوت بيتكلم بيقول ان احنا ينفع نعمل تدعيم للصفة. مستر فيش حاجة اسمها more better than، مفيش more better than. ازاي more احط معاها صفة وفيها ER، فمش هتنفع. مفيش حاجة اسمها less better than. امال في التدعيم يا مستر كنا بنستخدم ايه؟ كنا بنستخدم a lot و much و far، يا إما a little و a bit. a little و a bit دول معناهم بكثير ودول معناهم بقليل. مستر يعني ما تنفعش as good so الهبل ده. أصلا حتى لو هحط so كانت تبقى الجملة منفية وso هتيجي من هنا. إذن الحل بتاعنا مستر، أنت هتعمل تدعيم للصفة فهتبقى a lot better than. a lot better than. اغلبكم عملها صح وكنت فخور بيكم جدا. نيجي بقى للي اتعمل غلط كتير. تعال نشوف الجملة التانية. اي، انت قلت يا مستر الابوستروفي دي دي وود. اطلعها لك من جوه الفيديو لو قلت انت ما قلتهاش، بس انت اللي ما ركزتش. اي وود راذر يو. مستر انت قلت لنا وود راذر وهاد بيتر، وود راذر وهاد بيتر، مالهم يا مستر؟ دول بيجي بعديهم مصدر بدون تو،
يعني هنا لو ما كانش فيه فاعل كنت هحط مصدر على طول، يعني معنى كده ان المصدر طاره. انت قلت يا مستر لو في فاعل، من فضلك ركز معايا شويه، لو في فاعل، ها يا مستر ابص على اخر الجمله لقيت كلمه داله على الحاضر او مفيش كلمه داله خالص، كلمه داله على الحاضر او مفيش كلمه داله خالص، ها يا مستر هتختار ايه؟ قال لك تختار ماضي بسيط. طب يا مستر لما يبقى في كلمه داله على الماضي، كلمه داله على الماضي، اذا دي امنيه، ركز كويس معايا، امنيه في الماضي، فانت تختار ماضي تام. فالحل بتاعنا مش هيبقى واتش اللي اغلب الناس عملته ولا تو واتش، امال هيبقى ايه يا مستر؟ هيبقى هاد واتشد. ممكن تسمعها تاني، وود راذر، وود راذر وحديها يجي مصدر، وود راذر وحديها يجي مصدر، وود راذر وهاد بيتر. طب يا مستر وود راذر فاعل، لو وود راذر وفاعل، ها يا مستر ابص على اخر الجمله لو مفيش حاجه خالص، مفيش كلمه داله او في كلمه داله على الحاضر زي ناو مثلا، كده اختار يا مستر، اختار ماضي بسيط. طب لو في كلمه داله على الماضي هختار ماضي تام، وافتكر الجمله دي هامه جدا، وافتكر ان وائل الميلاد قالها. طب يلا يا مستر نمبر 3، جملة سهلة ومحتاجة بس حبة تركيز منك. نمبر 3 برضو لقيت ناس كتيرة غلطت، لقيت ناس كتيرة غلطت فيها. ها يا مستر هاف يو سين علا؟ ياس. طبعا ناس كتيرة قالت لي يا مستر ما اصل ياس بعديها كوما، ايه المشكلة؟ جت نقطة جت كوما، الاتنين الحل هيبقى واحد اهو، لو نقطة او كوما الحل هيبقى واحد حبيبي. إجابة السؤال ده كلمة ياس بس. أمال اللي بعد ياس، اللي بعد ياس دي جملة جديدة. I not here an hour ago. جملة جديدة فيها كلمة دالة على الماضي البسيط. جملة جديدة فيها كلمة دالة على الماضي البسيط أهو. يعني هتبقى يا مستر مش هتنفع يا غالي ويل سي. مش هتنفع يا غالي سي. طب يا مستر دي الناس كلها عاملاها هاف سين، ما انت عشان اهبل وغشيتها من الناس، الناس عاملاها غلط، هاف سين غلط. ازاي يا حبيبي يا غالي يا غالي يا اللي شاطر في الجرامر، ازاي احط مع ان اور اجو احط هاف سين؟ ازاي تيجي ازاي؟ امال يا مستر هتبقى ايه؟ هتبقى سو وقلتها لك وركزنا عليها وقلتها لك اكتر من مرة، بس انت في حاجات كده بتفلت منك، اطلعها لك من جوه المذكرة، بس ما كانتش ماضي كانت مضارع، حتى اخترنا جو ساعتها. مفيش جملة بحطها لك ما ببقاش مديك زيها او شبهها. طب ركز تاني معايا. قلت لك ناس كبيرة بتغلط فيها دي محتاجة حبة تركيز. Her strange behavior يعني السلوك الغريب، السلوك الغريب. ها يا مستر not our suspicions، الشكوك عندنا، اثار الشكوك عندنا. قلت لك تبص على الاختيارات، ايه ده؟ rising arising raised aroused. قلت لك اول ما تشوف الكلمات دي مع بعض العب بالجرامر، ورينا يا مستر عيني. هنضطر نخلص دي ونخلص دي ونجيب الصفحة البيضة. ركز يا ريس معايا، عندنا النهاردة أربع كلمات، إن مشيت ورا دماغي إن غلطت فيهم تعال حاسبنا أنا. قول يا مستر. حاضر. ريز رايز أرايز أراوز. كم كلمة يا مستر؟ أربع كلمات شبه بعض، ناس كتيرة بتغلط فيهم، عايز تحلهم صح اعمل زي ما وائل ميلاد هيقولك. أعمل إيه يا مستر؟ حل جرامر، هات لي يا باشا التصريفات بتاعتهم.
اول حاجة هات لي يا باشا التصريفات بتاعتهم. raised فعل عادي هيبقى raised. raised. طب رايز يا مصدر ده فعل شاذ. روز. رايزن. طب ارايز يا مصدر ده فعل شاذ. ارايز. اروز اهي. اروز. ارايزن. طب اروز يا مصدر ده فعل اهو فعل عادي اراوزد. وينفع نشيل الا. اراوزد. وينفع نشيل الا. تبقى اراوزد بس. تبقى اراوزد بس. يلا يا غالي. اه مستر انت عرفتنا التصريفات وما عرفناش نحل. بص يا حبيبي ان جم في اللي تشوز هتحل بالجرامر. يعني ايه يا مستر جرامر؟ اهو ده ياتي بعده مفعول. ده بيجي بعده مفعول. يبقى يمكن ان يبنى للمجهول. ينفع يبنى للمجهول. طب وده يا مستر لا يأتي مفعول. ما بيجيش مفعول. يبقى لا يبنى للمجهول. يبقى أول حاجة هتعملها هحل بالجرامر. افتكر أنا قلت لك إيه؟ هحل بالجرامر. طب وده يا مستر لا يأتي مفعول. لا يبنى للمجهول. طب وده مصدر يأتي مفعول. يبقى يمكن أن يبنى للمجهول. حبيبي يا غالي أنت عارف بالكلام اللي أنا قلته ده تحذف إجابتين. طب وبعد كده يا مصدر بعد كده يا باشا هيتبقى لك إجابتين. ابدأ العب بالمعنى. ده معناه يا مصدر ده معناه يرفع. يرفع يعلي يجمع يربي. طب وده يا مستر ها ده معناه يا غالي اهو ترتفع. ترتفع. ايه تاني يا مستر؟ تشرق. تنهض. يقوم من مكانه ويسلم عليك. امال ده يا مستر ده معناه تظهر او تنشأ. طب ده يا مستر يثير للمشاعر والاحاسيس. يثير للمشاعر والاحاسيس والشكوك. يثير للمشاعر والاحاسيس والشكوك. وتنفع تيجي بمعنى يوقظ شخص. يصح شخص. يبقى الموضوع يا باشا في الاول جرامر وبعد كده يا غالي عليا. بعد كده بتعمل ايه يا مستر؟ بعد كده بحل بالمعنى. طب ارجع تاني يا مستر. حاضر. ارجع تاني معايا. اور suspicions ده مفعول يا مستر اهو. اتعلم بحل ازاي. ده مفعول. يعني arising مش هتنفع. يعني rising مش هتنفع. ايه يا مستر؟ عايز اقول here strange behavior. اثار. اثار للشكوك. يبقى ريزد مش هتنفع. يبقى الاجابة هتبقى اروزد. ارجع لكل كلمة كتبتها وانا متأكد ان مفيش جملة فريز ورايز تقف معاك. يا باشا تحدي. تحدي ان في جملة تقف معاك. طب يلا يا ريس. الجملة اللي بهدلت ناس كتيرة وكتير بعتلي بقى مصدر احنا مش عارفين نحلها دي. ما انت مش عارف تحلها عشان مش مركز. انت لو كنت مركز معايا ان ما طلعتهاش من جوه الشرح تعال حاسبني. من جوه الشرح. قلت ايه يا مستر؟ قلت يا باشا هي از نوت سنتيمترز. ده اسم جمع. اسم جمع. يعني ما ينفعش يا ريس ابيت. ابيت عايزه صفه على طول. ابيت تولر. لكن لما يحط اسم جمع اغلبكم مختار ابيت. ليه؟ ليه ما حاطط اسم جامع اهو؟ الاسم مش هتنفع. يبقى الوت مش هتنفع. من كانت تنفع ابيت كانت تنفع الوت. يهبل. ما الاثنين زي بعض. الوت معناها بكثير وابيت معناها بقليل. لو كانت تنفع واحده منهم كانت الثانيه تنفع. امال ايه يا مستر؟ الحل هنا هيبقى افيو. افيو سنتيمترز
taller than me، بضع سنتيمترات أطول مني. كده حبايبي الغاليين، وبكده حبايبي الغاليين حلينا الخمسة في خمسة رقم خمسة. بس أنا مش هقدر أختم، أي نعم هم قليلين اللي حلوها صح، لكن مش هقدر أختم من غير ما أقول أساميهم واتشرف بيهم في كل حتة. قول يا مستر كده، تعال نشوف يا ريس. الوحوش أهي، الوحوش هما اللي حل كتير، لكن المرة دي كانت الأخطاء كتير، لكن أنا برضو فخور بيكم وبقول لكم حاولوا وعفروا عشان تسمع اسمك تاني المرة الجاية. يلا بينا يا مستر. رزان والبت رزان ربنا يحميها كتبت لنا، بس مش عارفة ازاي مفيش فعل اللي هي إز اللي كنا ناسينها. رزان محمود، مريم فضل، آن صفوت ربنا يحميهم يا رب، منا طارق، دميانة هاني، ساندرا صبحي، عمر مدحت، ده احنا معانا وحوش، ايفا اسامة، سيلفيا ميخائيل، كاترين ناصف، شهد محمد، ولاء رأفت محمود عبد العزيز، مكة حلمي، يارا جمال. يا رب احميهم، يا رب بارك فيهم. انا فخور بيكم جدا وفخور بالحل بتاعكم. انا فخور ان انتوا متميزين وان انتوا ما بتغشوش من بعض، والدليل انكم ما بتغشوش من بعض انه قليل جدا المرة دي اللي حلها صح. فرحان بيكم جدا، طاير من الفرحة بيكم. هختم معاكم خمسة في خمسة على وعد بلقاء تاني في الحلقة الستة. مش هقول لك غير كلمة واحدة بس، وصولك لحلمك صعب لكن يستاهل التعب، وصولك لحلمك صعب لكن يستاهل المعافرة، عشانك وعشان مدرسينك وعشان والديك اللي مستنية فرحتك. أشوف وشك بألف خير.